خالد عبد الغني مدير مشروع كروت الذكية موجود معانا هنا في الاستوديو الأول. مساء الخير طبعا. بس قبل ما نتكلم عن الكروت الذكية أنا في عايز أقول للسادة المشاهدين النهاردة كان في 3 شهداء للشرطة، ضابط و2 مجندين في الإسماعيلية، أقيمت لهم جنازة عسكرية أيضا بمسقط رأسهم في الشرقية. يعني هنشوف مع بعض هذه المشاهد ونرجع بقى نتكلم عن هذا الكارت، كارت البنزين اللي ناس كتيرة قوي خايفة ان يكون هو اللي هيشيل الدعم. رجع لكم تاني بعد هذه المشاهد للجنازة الخاصة في الشرقية بشهداء الشرطة. بنتكلم النهاردة عن الكارت الذكي، كارت البنزين والسولار. ايه هو كارت البنزين والسولار؟ انا مش هقعد اتكلم كتير، يعني لا يفتى وما لكم في المدينة. باشمهندس، والله احنا في الاول بننعي طبعا شهداء الشرطة اللي وقعوا امبارح في الاحداث المؤسفة اللي حصلت امبارح، وطبعا نتمنى لهم يعني ان شاء الله الجنة باذن الله، ونتمنى لاهلهم الصبر والسلوان باذن الله يعني. امين. والله هو الفكرة بتاعت الكارت الذكي اللي هو كارت البنزين وكارت السولار، لما فكرت فيه الحكومة طبعا هو التفكير في هذا الوسيلة أو الأداة لضبط السوق لم تكن وليدة اليوم، ولكن هي وليدة 5 أو 6 سنوات سابقة، وجي نتيجة ملاحظة أو مراقبة الحكومة ان كميات المنتجات البترولية باختلاف انواعها الدولة بتوفرها للمواطن في التوقيت وبالسعر للمواطن مدعم، الحكومة المصرية لقت انها بتوفر هذه المنتجات باسعار وبكميات كبيرة، ولكن في نفس الوقت المواطن ما زال يشتكي، المواطن ما زال يئن من ان وجود سوق سودة، المواطن مش لاقي المنتج، بتحصل مشاكل. هو البنزين بيروح فين يعني؟ والله هو ده كان هدف من الكارت الذكي، هو ده الكارت، الهدف من الكارت الذكي. الهدف من خليني اقول بمنتهى البساطة بدون ما ندخل في التفاصيل، حكومة جمهورية مصر العربية ترغب في معرفة اين يذهب المنتج داخل حدود جمهورية مصر العربية بس، فقط وفقط لا غير. اصل في ناس كانت بتتكلم بامانه شديده، يعني اقول لحضرتك صوت الناس بيقول ايه؟ فضل. الناس خايفه ان بعد فتره يتقال طيب كده احنا عرفنا استهلاكك قد ايه؟ انت بتحط 50 لتر، يبقى خلاص انت هتحط 10 لتر بس في اليوم، والباقي ال 10 لتر دول هديهم لك بال 185 او بجنيه 85 او لو سولار بسعر السولار، الباقي بقى هتاخده 8 جنيه، الكلام ده سمعناه. تمام. طبعا زي ما حضرتك عارف ان في ناس كتير قوي بتتكسب من العشوائية في السوق، بتتكسب من خلينا نقول بصراحة من التهريب اللي كان بيحصل. تمام. فعندما تفكر الحكومة في إيجاد آلية لإنهاء أو للقضاء على هذه العشوائية والسوق اللي احنا شايفينها اللي هي فيها التهريب، الناس طبعا المستفيدين لازم يجروا بسرعة ويبتدوا يطلقوا مجموعة من الإشاعات ومجموعة من الأكاذيب اللي بتحاول تخلي الناس تقاوم فكرة الضبط بتاعت السوق. ده كلام خطير. فكرة الضبط إشاعة؟ طبعا يا فندم مفيش اي حاجة لغاية دلوقتي بتقول هذا الكلام، يعني احنا شغالين مع في هذا المشروع من شهر مارس 2013 حتى اليوم، حضرتك شايف الكروت دي صدرت، ابتدت تصدر فعليا في ايدي المواطنين، وبالمناسبة انا النهاردة عندي 1.5 مليون مواطن مسجلين على الموقع الالكتروني، وفي اكتر من 1 مليون كارت تم اصدارهم وتوزيعهم على المواطنين سواء كان كارت سولار او بنزين على مستوى الجمهورية، وبيعملوا والمحطات مميكنة. خليني يعني ما تماداش في القصة دي لغاية ما تيجي وقتها. انا هقول لحضرتك الهدف زي ما قلت لحضرتك بمنتهى الامانة، الهدف من هذا المشروع أن الدولة تريد أن تعرف أين يذهب المنتج البترولي اللي هي بتوفره بسعر مناسب للمواطن. وهل المواطن مش رصد للمواطن خالص يا فندم، خالص يا فندم، خالص يا فندم. الدولة تريد أن تعرف
انا المحطه اللي بسلمها 100,000 لتر بنزين 92 كمثال، البنزين ده بيطلع من المحطه، ايوه بيطلع من المحطه، بياخدها خالد، بياخدها محمد محمود، هذا ليس هدف الحكومه، ولكن الحكومه تريد ان تعلم ان 100,000 لتر بنزين 92 اللي خدتهم المحطه بتطلعهم للمركبات اه ولا لا؟ هل بيطلعوا مركبات او هل ان هم بيتهربوا خارج حدود هذا الوطن؟ هذا هدف، هذا هو الهدف من هذا المشروع، وانت يا مواطن باستخدامك لهذا الكارت بتساعد الحكومه في تحقيق اهدافها اللي هي الرقابة. بتعمل الرقابة لمصلحه حضرتك. صحيح. يعني المنتج اللي حضرتك بيتهرب بره الحكومه، بره الارض جمهوريه مصر العربيه، هذا المنتج انا وحضرتك وبقيه الزملاء اللي موجودين احنا اللي دافعين ثمنه، احنا اللي بنروح ندفع ثمنه ب 10 جنيه ونيجي نبيعه هنا للمواطن بجنيه. تمام. الفرق ده انا وحضرتك اللي بنتحمله. طيب. هل تقبل ان حضرتك هذا الفرق في غيرك من المستفيدين بيستفادوا منه؟ او في جهات حتى اجنبيه موجوده، السفارات مثلا موجوده في مصر بيستفادوا من الدعم بتاعي، يعني انا ده يعني حاجه ثانيه. دي دي, دي, دي ناس اجانب طبعًا. موجودين طبعًا. احنا يعني الساده المشاهدين لو عندكم اي استفسار عن كارت زكي ممكن تشاركونا في هذه الحلقه، الصوت ليكم صوت الناس، انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل برضو صوتكم للمهندس خالد. باشمهندس، الشروط علشان اطلع الكارت، اولا في ناس كتيره ما عندهاش انترنت، في ناس كتيره ما عندهاش كمبيوتر، يعمل ايه؟ بص يا فندم، احنا طبعا لما فكرنا في ان احنا نوجد اليه لاصدار الكارت وان المواطن يقدر يتعامل او يتحصل على هذا الكارت، في الموقع الالكتروني بتاع المنظومه اللي هو www.esp.gov.eg، الموقع موجود طبعا افيلبل بالنسبه للمواطنين 24 ساعه في السبعة ايام، ويقدر المواطن يدخل عليه وباستخدام البيانات البسيطه الخاصه بطاقه الرقم القومي، بيدخل الاسم والرقم القومي والعنوان بتاعه طبعا، والعنوان بيهمني علشان ان انا بسلمه كارت ليه، وبيبتدي يدخل بعض البيانات الخاصه بمركبه او رخصه المركبه اللي هي رخصه التسيير الخاصه بالمركبه. العربيه لازم تكون ساريه طبعا، الرخصه لازم يجب ان تكون ساريه، ده شرط اساسي وباسم. في ادخاله وطبعا باسم الراجل اللي هو بيدخل المعلومه، يعني البطاقه وصاحب والسياره لازم الاثنين يبقوا لنفس الشخص. مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم. يعني ما ينفعش اعملها بتوكيل. لا يا فندم، لازم حضرتك بتدخل باستخدام الايه رخصه التسيير بتاعه حضرتك او رخصه المركبه. بعد ما حضرتك بتدخل هذه البيانات ببتدي اسال حضرتك، هل حضرتك عايز تستلم الكارت ده فين؟ انا بستلمه، انا موفر لحضرتك مجموعه من قنوات كتير للاستلام، في القناه اللي حضرتك زي مكاتب البريد المنتشره على مستوى الجمهوريه كلها اكتر من 3000 مكتب، و اروح استلمه انا من هنا، حضرتك بتروح تستلمه من هناك او من افرع بنك التنميه والائتمان الزراعي، كل ده بدون اي مقابل، يعني هيبقى اصدار الكارت وتسليمه لحضرتك في مكتب البريد واستخدام حضرتك الكارت، كل ده مجانا مجانا مجانا. تمام. طيب لو انا بقى عايز، لو حضرتك عايز يجي لك البيت حضرتك بتختار حضرتك بتقول بس ان انا محتاج ان هو يجي لي البيت، في شركات اكثر من شركه منتشره على مستوى الجمهوريه بتقوم بتوصيل هذا الكارت لغايه حضرتك في البيت مقابل رسم التوصيل اللي حضرتك اللي تفرضه الشركه بقى اللي حضرتك صح. الشركه نفسها شركه التوصيل يعني 20 جنيه دي حاجه مش الحكومه بتاخد منها لا فلوس يا يعني الحكومه يعني. عامله هذا المشروع طبعاً. لخدمه المواطن. طيب تسمح لي معانا بعض التليفونات، معانا الاستاذه صفاء. مساء الخير يا استاذه صفاء. انا دلوقتي جايب لوالده عربيه بالقسط، وهو اصلا عنده عربيه بالقسط. هنطلع الكروت دي ازاي؟ يعني عليها حظر بيع او غير او لسه الاسم مش على العربيه. اشكرك شكرا استاذ صفاء. لا يا فندم، بالنسبه للناس اللي معاها العربيه ملكاها ولكن في فتره حظر البيع بيقدر يطلع الكارت، لان استلامك انت لما تروح تستلم الكارت بتستلمه بالبطاقه الشخصيه بتاعت حضرتك وبرخصه المركبه بتاعك، فبيبان طبعا ان حضرتك هو مالك، انت مالك العربيه وليس حد تاني مالك العربيه. صحيح. فحتى لو عليها حظر بيع مش مشكله، بس بستلم. طيب لو العربيه باسم حد تاني وانا لسه ما عملتش نقل الملكيه، حضرتك يا ريت تروح بسرعه، يا ريت اروح بسرعه اعمل نقل الملكيه. تعمل نقل الملكيه. والله يا فندم يعني طبعا انا يعني الهدف من الكارت الذكي طبعا ليس فقط معرفة المنتج، ولكن خليني أقول لحضرتك إن إحنا بننشئ قاعدة بيانات قومية أو قاعدة بيانات قومية لأول مرة متكاملة للاستهلاك الفعلي للمنتجات البترولية. لما بننشئ قاعدة البيانات دي إن شاء الله لما بنخلص على قاعدة البيانات هيبقى عندي قاعدة بيانات دقيقة تقدر تخليني آخد قرارات مناسبة
لاستهلاكات المنتج. تمام خلاص. طيب معانا دي بتخليني اضبط السوق. هقول لحضرتك على حاجه واقدر اعرف توزيع المنتج شكله ايه. صحيح. قاعده البيانات دي لن تخدم فقط لا غير وزاره البترول، ولكن ممكن تخدم ادارات ثانيه. هديك مثال اداره المرور. صحيح. تقدر تستخدم هذه البيانات في ان انا حاطط عندي كونديشن او شرط ان لازم تبقى العربيه الرخصه بتاعتها ساريه. صحيح. تقدر من خلالها اداره المرور تبقى جميع العربيات اللي موجوده عشان يبقى مع كارت البنزين. بس ده فتره يعني مثلا لمده سنتين. هل بعد سنتين هجدد تاني الكارت؟ بص يا فندم، الكارت ده بالد مع حضرتك لمده 7 سنين. ده اللايف تايم بتاع الكارت زي اي كارت بنك بيبقى موجود مع حضرتك، بيبقى المده بتاعته 7 سنين. كل ما حضرتك ان شاء الله، احنا يعني كنا في لقاء مع سياده اللواء مدحت قريطه امبارح عشان نبدا في عمليه تفعيل الربط ما بين قواعد بيانات المرور وقاعده بيانات القاعده بيانات المنتجات البتروليه. هيبقى بعد ان شاء الله ما يعني ده طبعا تنفيذا لبروتوكول التعاون اللي تم توقيعه بين وزاره الداخليه ووزاره الماليه في تاريخ 19 نوفمبر. ان شاء الله بعد ما نفعل هذا البروتوكول ويحصل هذا الاتصال، هيبقى من خلال تجديد المركبات اللي هيحصل في الاداره العامه للمرور، انا اوتوماتيك عندي قاعده بيانات البنزين اللي هي دي مملوكه، دي قاعده بيانات اصلها مملوكه للدوله. تمام. هذه قاعده بيانات بتشعر بالتجديدات اللي بتحصل، واوتوماتيك الكارت بتاع حضرتك اللي معاك هيشعر بايه؟ هيبقى الكارت. بس تاني للساده المشاهدين، الكارت ده معمول مش علشان تاخد حد عدد بنزين معين او عدد لترات بنزين معين والباقي غير دعم، لا مش صح. الكارت ده معمول علشان نقدر نساعد الدولة في انها تعرف البنزين بتاعنا بيروح فين. معانا الاستاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل مساء الخير. مساء الفل يا فندم. اتفضل. انا عندي عربية بجوة بسافر بها كتير، فلاكي. انا اصرف قد ايه بنزين في اليوم ولا مش محدد؟ عربية بجو. ايوه. بتسافر بيها كتير. فانت عايز تعرف اذا كان هيتم تحديد عدد لترات معين ليك ولا لا. ايوه. يقضيني ولا مش هيقضيني؟ تمام بشكرك. معانا استاذ مين كمان؟ الاستاذ حيدر مدينه نصر. استاذ حيدر مساء الخير. مساء النور. اتفضل. النبي انا دخل برنامج وبتسجل عربيتي اللي هي 362 عين قاف جيم، قالوا لي دي سبق تسجيلها. دي سبق تسجيلها. وطلبت اللي هي الرقم 16980. قالوا لي دي مسجله باسم واحده. ابعت لنا صوره الرخصه وصوره البطاقه، بعت لهم صوره الرخصه وصوره البطاقه على الايميل. من يوم 3/1 وكلمتهم اكثر من 5 مرات، يقولوا لي هيردوا عليك هيردوا عليك، ما حدش بيرد عليا ولا حد اي حاجه ولا حصل اي حاجه. كل ما اخش على البرنامج الاقي يقول لي ان سبق تسجيلها. طيب كويس ان باشمهندس خالد عبد الغني مدير المشروع نفسه موجود معانا يقدر يرد على هذه التساؤلات. معانا تليفون تاني. انا يعني هجاوب 3-3 لو في تليفون تاني. في تليفون تاني؟ طيب معانا الاستاذ محمد من فيصل. استاذ محمد مساء الخير. استاذ محمد مساء الخير. ايوه السلام عليكم. اتفضل. انت كلم معايا تاكسي غاز وبنزين. تاكسي غاز وبنزين. تمام. عملت انا دخلت على النت، ابني دخلني على النت من 20 يوم، محدش سال فيها خالص ولا اعرف ايه نظامي ولا اي حاجه، ما اعرفش ايه نظامي. تمام. يعني انت عايز تعرف هل الكارت ده في كارت خاص بالغاز وفي كارت خاص بالبنزين ولا لا. طيب نجاوب يا ريت. الاول كان في بالنسبه لتحديد الكميات يا فندم، دي طبعا يعني هي مشابهه قوي او يعني مرتبطه قوي، حتى اقول لك بتحديد في زياده في الاسعار. الشعار بتاع هذا المشروع ان لا يوجد اي تحديد لكميات، وده موجود حتى في الملصق. اي ملصق ده يعني الراجل اللي معاه عربيه بجو يسافر زي ما هو عايز، يحط بنزين زي ما هو عايز، زي ما هو عايز من اي محطه بالكارت بتاع حضرتك هتحط اي كميات. اهو ادي الايه الشعار، لا توجد اي تحديد لكميات ولا تغيير في الاسعار، والكروت مجانا لجميع انواع السيارات وكافه انواع الوقود سواء سولار او بنزين. وده يجاوب لنا على السؤال الثالث. تمام. انا بطلع الكارت لمركبات اللي ماشيه بالبنزين او اللي ماشيه بالسولار، مفيش غاز. يبقى سواء التاكسي اللي هو كان بيتكلم هل انا هطلع كارت للغاز؟ لا. ده انا بطلع للبنزين سولار فقط لا غير. وطبعا عشان برضو هتبقى حضرتك عارف ان احنا اضفنا منتج المازوت عشان نراقب المنتجات اللي موجوده في السوق من اول نوفمبر اللي فات. نعم. يبقى المشروع دلوقتي شغال على البنزين والسولار والمازوت. بالنسبه للاستاذ حيدر اللي سجل وجرار اللي هم يشيلوا المنتج، احنا بنغطي جميع محافظات
وقرى ونجوع جمهورية مصر العربية كلها ب 27 مركز خدمة تم إنشاؤهم لهذا المشروع. وأنا عندي الكول سنتر بتاعي اللي هو 19680 اللي قاله المواطن حيدر و 19683 دول 24 ساعة في 7. طبعا أنا النهاردة كل ما بتزيد أعداد التسجيل عندي الحمد لله النهاردة أنا عندي 1.5 مليون مواطن تم تسجيلهم. وخليني برضو أقول لحضرتك أن دول الزيادة دي حصلت في حوالي شهر أو شهر ونص بس من شهر ديسمبر اللي فات. طبعا زاد الايه كثافه معدلات الايه المشاكل وزاد معاها كمان الاشاعات اللي للاسف الشديد برضو زي ما قلت لحضرتك ده برضو ناس ممكن يبقوا عندهم مشاكل. لكن انا برضو هاعيد على حضرتك تاني انا هاخد بيانات هذا المواطن وانا بنفسي ههتم بيها زي ما انا بهتم او زي ما احنا كمنظومه نحد على ده. الله يخليك يا فندم. احنا شركه تكنولوجيا تشغيل منشآت الماليه اللي هي انشات او القائمه على تنفيذ هذا المشروع هي شركه مصريه قومية مملوكة للمال العام بنسبة 100% يملكها بنك الاستثمار 70% والبنك الاهلي وبنك مصر وشركة بنوك مصر المملوكة للبنك المركزي كل واحد بيساوي او مالك فيها 10%. فاحنا شركة مصرية. وبالمناسبة عشان برضو لو حضرتك بتتكلم على الاشاعات ان احنا كان في اشاعات ان مش شركة مصرية وان قواعد البيانات دي غير مؤمنة ولكن الحمد لله الشركة بتتبع جميع الوسائل المتعرف عليها عالميا في تأمين قواعد البيانات. باشمهندس اسمح لي ناخد تليفونين كمان معانا استاذة هيام. اتفضلي استاذة هيام. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. هو انا بالنسبه للكارت الذكي هو مشروع حضاري طبعا وانا جايباه انا استعملته بالفعل لان انا بشتغل في قطاع البترول. تمام. فهو لان طبعا بصفه قطاع البترول موفر الخدمه دي في الشركه داخليا. تمام. اللي عنده النت بيقدر يجيبه عن طريق النت. تمام. هي في مشكله طبعا انا هقدر انا معايا الكارت هقدر ادخل المحطه حتى لو كان في ازمه هقدر اطول العربيه بتاعتي. تمام. المشكله هتكون في الناس اللي بتستخدم الجراكن اللي هم الغير متعلمين بقى اللي ما لهمش اتجاه لا في النت ولا فحضرتك شايفه ان ده ممكن تعمل مشكله بقى ما بين المحطه نفسها واصحاب الجراكن دي. عايز اقول لحضرتك على حل تاني بقى. نعم. يعني بما ان القطاع البترول مثلا شايل الموضوع خصص محطه معينه كم محطه في كل مكان للناس اللي هي ما تقدرش انها تقدر تجيب الكارت. انا اعتقد الباشمهندس عنده رد على الجزئيه دي لان في كروت خاصه بالمحطات نفسها. مظبوط يا فندم. يعني المحط يعني لو حضرتك مواطنه وما عندكيش الكارت بتقدري تسحبي عن طريق الكارت اللي موجود داخل المحطه بتاع المحطه. بس ده مش ظريف يعني خلينا دايما نتجه لايه المواطن نفسه. معانا استاذ محمد. استاذ محمد مساء الخير. الخير يا فندم. اتفضل. اتفضل استاذ محمد. بقول لسيادتك انا دلوقتي مسجل. نعم اتفضل. بقول لحضرتك دلوقتي انا مسجل الكارت بقالي اكتر من شهر. تمام. معايا الرقم وما جاليش رساله لغايه دلوقتي على التليفون. بقالك اكتر من شهر. دي مده طبيعيه يا دكتور؟ لا يا فندم طبعا. تمام. يا ريت لو حضرتك تفضل يعني خليك في الكنترول ويا ريت تسيب لنا الرقم الخاص بيك وحال حضرتك كنت سايب ان تستلم الرقم او البطاقه في البيت او في مكتب بريد لان ممكن يكون وصل لحضرتك مكتب البريد وحضرتك ما تعرفش. طب معانا استاذ عادل من الاقصر. استاذ عادل مساء الخير. استاذ عادل مساء الخير. ايوه مساء النور.